لو الحكاية فيها إن فيديو الوضع الطبيعي بتاعي عادي، الشبكة شغالة الساعة 6 و5 دقايق الصبح، عندنا نورة فصل خط بالخطوط للصيانة، في عليه نقط سخنة وحاجات زي كده بنطلعوا للصيانة، فاحنا بعد ما الأولاد فصلوا الخط ده، أول ما فصلوا الخط ده اتنقل، فحصل شورت يعني حصل وبفصل، حصل الظاهر مفتاح علق أو حاجة زي كده، ففصل خط آخر معايا بنفس المحطة، لما خسر الحمل ده الخط ده حمل على خط تاني، فصل التوازي أو فصل الربط بين جنوب البلاد وشمال البلاد، بين الوجه القبلي وبين بحري. فصل المنطقة دي بقى كل منطقة مستقلة لوحدها بقى يحصل فيها مشاكل، فبدأت تفصل أحمال كتير جدا ووحدات خروج، وخرج وحدات كتير من الناحية التانية. لو خرجت الوحدات وخرج إلا بدأنا نرجع وضعنا، رجعنا وضع الشبكة، بقت الشبكة مربوطة ما عادش فيها مشاكل، ولكن الوحدات اللي خرجت اللي هي الستيم دي بتاخد لها 5 ساعات على ما ترجع تاني، تاخد لها وقت كبير، فلسه الوقت. الوحدات اللي دخلت معايا على طول الحمد لله بقى معايا حوالي 18,000 دلوقتي، الباقي جاري الدخول بيه يعني قبل المغرب هيكون معانا حوالي 2,000 3 تاني نخش بهم الزرع ونعدي الزرع بيهم. 2,000 هي الحمل التوليد، الحمل اعلى دلوقتي، ما في احمال مفصوله لسه. الانتاج اللي معايا قلل عشان كان في وحدات خرجت معايا مع الحادثه ولحد دلوقتي بتاخد وقت على ما تخش، يعني بتعوز حرارات وبتعوز ضغوط وبتاع فبتاخد وقت. فاللي بيحصل اللي بيخلصوها بتخش، اللي بتخش بيحمل قبالها احمال. تمام، يعني احنا وصلنا الوحده اللي هي وحده ال 18 دي، 18 ديت اجمالي توليد وحدات. الوحدات معايا في وحدات كتير ما خرجتش وفي وحدات خرجت. اللي خرج ده معاه توليد بيغذي احمال، بدا توليد تاني دلوقتي يخش معايا تاني. تمام، اللي بخش برجع احمال عليه. كل ما بخش ما اقدرش ازود احمال على الانتاج، ماشي الانتاج مع الاحمال، كل ما بيخش معايا انتاج جديد ببدا احط عليه احمال. طيب سؤالي حضرتك، يعني المفترض ان احنا قدامنا كام ساعه بالظبط والوضع يستقر؟ يعني في حدود ساعتين لثلاثه ان شاء الله الوضع يستقر. من ساعتين لثلاثه يرجع الوضع الطبيعي، الوضع يستقر ان شاء الله. تمام، شكرا.